ثم يجادل فيما يسمى بعيد المولد. لا تزد يا أخي حرامك حراما جديدا، لا أنت حققت الاتباع ولا سلم منك الأحباب والأتباع. الجبرتي يذكر في تاريخه أن نابليون فرنسا لما دخل مصر دعم شيخها البكري لتأسيس الطرق وإنشاء الموالد طيلة العام. لو أن إخواننا الذين يندفعون في تشريع هذه الموالد يعقلون البعد التاريخي والعقدي لها لبادروا لمنعها. وما أخذ الغربيون هذا إلا من العبيديين الفاطميين الذين أسسوا هذه الموالد لصرف الناس عن الإسلام. يا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع الأثر وتمسك بالسنة. أتباع النبي لا ينشغلون بالزوايا ولا الرقص ولا النط ولا الخب. أتباع النبي يغارون على حرمات الإسلام وعلى نساء الإسلام أن يكن تحت العلوج. كن غيورا على الحديث وأهله، لولاهم والله لن درس رسم الإسلام. ورحم الله عبد الله بن المبارك الذي يقول: أثبت الناس على الصراط غدا أثبتهم على السنة اليوم.